قواعد التحالف الدولي في العراق وسوريا على خط النار ضربات الميليشيات العراقية عليها تكثفت في الآونة الأخيرة الهجوم الأحدث نفذ بطائرات مسيرة مستهدفا قاعدة رميلان الأمريكية شمال شرق سوريا سبقه هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة كونيكو وحقل العمر بنحو أربعين صاروخا داخل القاعدتين وفي محيطهما وفق المرصد السوري قبل ذلك تبنت الميليشيات العراقية استهداف قاعدة حرير في اربيل فضلا عن هجوم مماثل استهدف مطارها. سلسلة الهجمات هذه تاتي ضمن ما تقول الميليشيات العراقية انها استمرار لنهجها في مقاومة الوجود الامريكي وردا على الحرب في غزة. القوات الامريكية المتبقية في العراق وسوريا هي جزء من المهمة الاكبر التي اطلقت عام 2014 لمكافحة صعود تنظيم داعش في المنطقة. عديد هذه القوات يبلغ نحو 900 جندي في سوريا و2500 في العراق وفق احصاءات نشرتها مجله فوربس. مسؤول عسكري امريكي قدر عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد في سوريا والعراق منذ السابع عشر من اكتوبر بنحو 103 هجمات لم تقتل اي جندي من قوات التحالف. شملت الهجمات تلك وفق تقرير نشرته مجله فوربس. سلسله ضربات بطائرات مسيره وصواريخ استهدفت خصوصا قاعدتي عين الاسد الجويه والتنف غربي العراق مما اسفر عن اصابه العشرات قاعده الحرير الجويه في اربيل مطار اربيل شمالي العراق كما تم اطلاق صواريخ بالقرب من السفاره الامريكيه بالمنطقه الخضراء في بغداد وكذا حقل العمر النفطي وقاعده الشداد العسكريه في سوريا هجمات الميليشيات المسلحه العراقيه المتكرره ردت عليها واشنطن بغارات ضد منشآت تستخدمها الميليشيات قتلت العشرات منهم وهو ما عدته بغداد فعلا عدائيا يعمل بالضد مما هو معلن من رغبه الجانب الامريكي في تعزيز العلاقات مع العراق